في هذه الحفرة وقعت البراءة إكرام، وفيها لفظت أنفاسها بمنطقة أشير ببلدية الكاف الأخضر بالمدية. بن يحيى إكرام بنتي عمرها عامين ونص، جيت تمشي من التبع في البالو حتى انطاحت في هذه الحفرة. 2019-2021 مازلنا دايرين الحفر عد الحيط، مكان والو. كنت تحت في جنازة، جيت حبس كروسة الحيط، جيت نمشي حتى نسيد نلقاها رفدة في يده. قلت له شنو هذيك؟ قال لي راها طاحت في الأخرى هذه. هذه اللي شفناها. هي حفرة من بين مئات الحفار بالمنطقة، والتي تعتمد كبديل لقنوات الصرف الصحية في ظل غياب مشاريع لهاته الأخيرة. قنوات الصرف الصحي احنا يعني رانا معانيين بزاف، كاين الحفار يمشي لدار وحده ولا راهي بزاف، كاين 400 وشي حاجه له قايتين دايرين حفار، كاين اللي خدمها وحده بدراهمه. ندائي الى والي ولايه المديه الى النظر في مناطق الظل في بلديه الكف الاخضر، راهي مغبونه بزاف بلديه الكف الاخضر، على الاقل يدير لنا زياره كما راه يدير زيارات فجائيه للمناطق البلديات تاعو. كل مناطق البلديه تفتقد لمشاريع الصرف الصحي ما عدا منطقة ولاية عبد الوهاب، وبالتالي فالبلدية لديها 9 مداشر كلها مسجلة وكلها يعني كل هذه البطاقات التقنية موضوعة على مستوى المصالح التقنية للولاية، وبالتالي فهناك أولويات. ويبقى تدخل السلطات المعنية كفيلا بانتشال هذه البراءة من خطر الحفر التي قد تنهي حياتهم في أي لحظة.